استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية وذلك لدى وصوله إلى المملكة. ورحب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد في بلده الثاني مملكة البحرين، مشيدا سموه بالعلاقات المتينة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه. وتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حسن الإقامة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود في بلده الثاني مملكة البحرين. هذا وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد ودع الضيف الكريم لدى مغادرته المملكة.